منذ إعلان المغرب حالس الطوارئ الصحية والحظر الصحي لمواجهة فيروس كورونا، يكثف رجال السلطة بمختلف رتبهم من تدخلاتهم لفرض احترام الحجر الصحي من قبل المواطنين. ككل يوم يشرف قائد الملحقة الإدارية المنظر الجميل بحي سيدي مؤمن بالدار البيضاء على استعدادات الأولية قبل الشروع في التدخلات اليومية للحرص على احترام الحجر الصحي. تدخلات قائد المنطقة ومعاونيه تتوزع بين تحرير الملك العمومي ومحاربة الأسواق العشوائية وتفريق التجمعات البشرية. بعد القيام بالتدخلات الميدانية في الشوارع والأسواق لفرض الحجر الصحي، يشرف رجال السلطة على تتبع احترام قرار إغلاق المحلات التجارية على الساعة 5. ويجوب القائد وأعوانه الشوارع التابعة للدائرة الترابية قصد الحرص على تطبيق القرار وإغلاق المحلات التجارية ومعاينة المخالفات والوقوف على الفروقات. يجوب القائد وأعوانه الشوارع التابعة لدائرته الترابية قصد الحرص على تطبيق القرار ومعاينة المخالفات والوقوف على الفروقات. ويبقى رهان الخروج من هذه الجائحة مرتبطاً بمدى احترام المواطنين لتدابير الحجر الصحي وقرارات حالة الطوارئ الصحية.